السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقه اللي غادي نطرقوا لها واحد مجموعه من القضايا، منها ان مجلس الامن غادي يناقش قضيه الصحراء المغربيه، وبالتالي ان القضيه كتفوت مع منعرج جد مهم. غنشوفوا شحال من جلسات وشنو المواضيع ديالهم، شكون اللي غادي يشارك فيهم، وعلاش هذه الجلسات، وشنو هو الانعكاسات ديالها على قضيه الصحراء المغربيه. مسألة ثانية في إطار العداوة الجزائرية المغربية، غادي نشوف كيفاش تعاملت السلطات الجزائرية مع فريق مغربي بغى يشارك في الجزائر في إحدى التظاهرات الرياضية. ودائما مع الرياضة كنعرفوا على أنه الجزائر كتعيش عقد كبيرة من ناحية الإمكانيات التي توفرها المغرب، وحاسد المغرب على تنظيمه لكأس إفريقيا وكأس العالم، ولكن غادي نجيو نشوفوا واش هي قادة نفس المغرب في هذه الكفاءات. كاين صحفي جزائري كيفضح الكوارث الرياضية خاصة في الملاعب أو الوضع الكارثي ديال الملاعب ديال الجزائر. وكما كنعرفوا دائما على أنه الجزائريين دائما كيعتبروا بأن الجزائر هي أول كذا وقوة ضاربة، ودائما كيزيدوا في ذلك الكتب ديالهم ثم ماذا وقال ماذا. إذن كاين واحد المسائل كثيرة اللي غادي فيها عقدة، هي عقدة كيحاول ما أمكن أنه يتقمصوها أو يكتسبوها باش يحاولوا يواجهوا المغرب. اليوم غنجيبوا قضية الإمام اللي صراحة بالغ ومشى داك الشيء بعيد، ومشى بقى كيجيب شي أمور دينية مثل تفسير القرآن وكذا، وبقى كينسبوا الجزائريين بواحد الشكل فعلا مضحك. اللي شاف شي حاجة يقول الله يستر. السلام عليكم. خص المغاربة كاملين يعرفوا بأن مجلس الأمن غادي يدرس قضية الصحراء المغربية في أكتوبر 3 ديال المرات، في 10 في الشهر و16 في الشهر و30 في الشهر. وحسب البرنامج والأجندة ديال جلسات مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، نزاع الصحراء الغربية المغربية غادي يتم مناقشته والتشاور بشأنه، لا سيما تجديد مدة الانتداب بعثة المينورسو الأممية اللي كاينة في الصحراء المغربية. وغادي يبدا المجلس اللي كترأسه المندوبة السويسرية باسكال كريستين بيري سويل الجلسة الأولى المغلقة في 10 من أكتوبر الجاري، حيث غادي يعرض المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء ستيفان دي ميستورا إحاطته السنوية حول النزاع أمام أنظار الأعضاء الدوليين. وغادي يقدم كذلك نتائج وتطورات جهود ديال الأممية في سبيل إحياء العملية السياسية وتفاصيل مشاوراته مع أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. الجلسة الثانية تحددت في 16 أكتوبر، وتكون مخصصة لاجتماع تقني خاص ببحث المشاكل وحصر المعيقات لكي يواجهها أفراد بعثة المينورسو من طرف الدول المساهمة بقوات حفظ السلام المنتشرة شرق وغرب الجدار الرملي العازل. يقدمها الروسي ألكسندر إيفانكو رئيس بعثة المينورسو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء المغربية، وغادي يكمل هذا الاجتماع بصياغة توصيات تؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام الأممي. وخصص كذلك مجلس الأمن الدولي الجلسة الأخيرة ديالو لاعتماد القرار النهائي في 30 هذا الشهر، وذلك على ضوء التقرير السنوي حول الوضع المتعلق بالنزاع الإقليمي اللي غادي يوزعه أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في بداية هذا الشهر ديال أكتوبر على الأعضاء 15، والإحاطات المقدمة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي ميستورا والممثل الخاص الأممي رئيس بعثة المينورسو ألكسندر إيفانكو. وهذا راه كتعرفوا كل عام في أكتوبر كتكون هاد الدراسات، وكيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول وضع بالصحراء المغربية، وكيناقش مجلس الأمن الوضع ديالو، وغالبا ما كيكون الأغلبية موافقين على تمديد بعثة المينورسو، وكيكون القرار في صالح المغرب، كتكون موافقة حوالي 13-14 ما عدا والرافدين ما كاينش، ولكن امتناع عن التصويت كيكونوا غالبا جوج منهم روسيا. ومن المنتظر أنه غادي يصوتوا أعضاء المجلس الدولي على القرار الجديد المتعلق بنزاع الصحراء المغربية، اللي كما قلت غادي يتم خلاله الإقرار بتجديد الولاية الانتدابية لبعثة المينورسو الأممية لمدة سنة كاملة، يعني إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
واليوم كتنعقد هذه جلسات مجلس الامن بحضور الجزائر لانها الان راها عضو غير دائم بالمجلس في ظل واحد المتغيرات كبيره كيعرفها هذا النزاع. وهذا من بعد واحد المسلسل ديال الانتصارات والمكاسب الدبلوماسيه والميدانيه اللي كيحققها المغرب على صعيد تعزيز الوحده الترابيه وتكريس سيادته على اقاليمنا الجنوبيه، وتوالت واحد المواقف ديال الدعم الاقليمي والدولي لمبادره الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسويه هذا النزاع. وخاصه هالشي كيجي من بعد الموقف الايجابي ديال فرنسا اللي دعمت مغربيه الصحراء، وكذلك كيجي هذا الملف في ظل تحولات كبيره على مستوى الساحه السياسيه كما قلت خاصه بعد اعلان فرنسا، وكذلك اعتراف بمغربيه الصحراء بشكل واضح الى جانب استمرار الاداره الامريكيه الحاليه في تبني موقف الرئيس السابق دونالد ترامب بالاعتراف بسياده المغرب على الاقليم على اقاليم الجنوبيه في دجنبر 2020، والدعم البريطاني للحل السياسي العادل والمقبول من قبل اطراف النزاع. وهنا خصنا نذكروا بان مجلس الامن كيواجه تحديات كبيره في كيفيه اعاده جميع اطراف النزاع الى طاوله المفاوضات المباشره واحياء العمليه السياسيه اللي توقفت منذ استقاله المبعوث الاسبق هورست كولر في ماي 2019، خصوصا مع تعنت النظام الجزائري اللي كيحاول فرض مسار جديد كيعتمد على مفاوضات مباشره بين المغرب ومرتزقه البوليساريو، الى جانب تنصله في نوفمبر 2020 من التزام باتفاق وقف اطلاق النار، يعني كنعنيو المرتزقه ديال البوليساريو، اللي هذا الاتفاق اللي كترعاه الامم المتحده، وكذلك محاولتهم باش يعرقلوا تحركات وحدات بعثة المينوسو شرق الجدار العازل. بمعنى اخر كيجي هذا النقاش في ظروف كتعيش فيه الجزائر والبوليساريو عزله كبيره وانتكاسه كبيره وانتصارات متتاليه وقوة يكسبها المغرب من عدة مقومات ديال القوة اللي معروفة واللي عارفها النظام الجزائري اللي كيحاول ما أمكن أنه يمس بسمعة المغرب، ولكن ما غادي يدي غير البرد. فريق تنس مغربي وصل للجزائر مكون من ياسمين دويب وغيتا صبار وغالي كومات والمهدي الشرقاوي وأمين جبراني مع المدرب ديالهم حميد عبد الرزاق، ولكن السلطات الجزائرية منعتهم من دخول الجزائر بعد ما وصلوا للمطار الجزائر العاصمة جايين من الدار البيضاء عبر باريس باش يشاركوا في بطولات اي تي اف جي 60. وجاء هذا المنع بواحد الاسلوب كيعكس التوتر والعداء السياسي تجاه المغرب، حيث خضع الوفد المغربي لتفتيش صارم كيقلبوا لهم على الاعلام المغربية. ورغم محاولة الجامعة الجزائرية للتنس وتدخلات القنصلية الجزائرية في الرباط، أجبر الفريق على قضاء الليلة في ظروف سيئة في مطار هواري بومدين بدون أي دعم أو طعام قبل ما يرجعوا في الصباح إلى المغرب بلا ما يشاركوا في البطولة، وما تناولوش أعضاء الفريق أي وجبة أي مأكلة إلا بعد ما طلعوا للطيارة في حادثة تعكس حجم العداء اللي كيكنوه كبرانات ديال النظام الجزائري لكل ما هو مغربي واقحام الرياضه مجددا في السياسه. وهالشي راه قلناه وعاودناه وعاودناه وخص المغاربه كاملين يسمعوه، على انه النظام الجزائري والكراغله اللي كيسيروا في النظام ديالو في الركب ديالو كيكنوا واحد العداء واحد الحقد لكل ما هو مغربي، خصهم يفقصوا المغاربه يفقعوا المغاربه ويديروا لهم غير الحاجه اللي كتفقصهم وتفقعهم وتمرضهم. ما يمكنلهمش يعترفوا باي شي حاجه مغربيه، ما يمكنلهمش يرحبوا باي حاجه مغربيه، ما يمكنلهمش يسهلوا المامور لاي مغربي، خاصهم يمرضوهم. وهذا الشيء اللي غادي نلقاو في الوفود الرياضيه اللي غادي تبقى تشارك في منافسات الرياضيه اللي كتنظم في الجزائر، انهم خص هاد الفرق ولا هاد الوفود الرياضيه خصها تخضع لاجراءات طلب التأشيرة، واخا الملفات ديالهم غتكون مزيانة غادي يزيدو يمرضوهم، إلا ما مرضوهمش في إعطاء التأشيرة غادي يمرضوهم في التفتيش ملي غادي يجيو. كل ما هو مغربي مكروه 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 في الجزائر، ومع الأسف
أنه الشعب الجزائري ما عنده حتى شي موقف مشرف من ناحية الشعب المغربي، ومعمرو ما غادي يهز الراس، وعمرو ما غادي يهز الظلم، ومعمرو ما غادي يقول إنما إن هذا اللهم إن هذا منكر. السلام عليكم. وقلكم كتفكروا هاد الوشاشة، هاد الكذابة، هاد البنادة، واحد فيهم قال لهم الرسول قال بأنه الجزائر هي أحب البلاد إلي بعد مكة والمدينة، واحد عاود ثاني ما شنو قال لك يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك، واحد يقول لك اودي الحائط المبكر ديالنا هذا خصنا نجيبوه، واحد قال لك اودي راه الشهداء كل شهيد غادي يشفع في 70 واحد، يعني قال الجزائريين غادي يدخلوا الجنه. وسيروا سيروا سير اليوم جيب لكم واحد الحاله ديال واحد الامام طلع في المنبر، واش غنقول لكم؟ السلوكية على الجهد، الكذوب على الجهد، الوش على الجهد، والمرض المرض المرض. أول من فسر القرآن جزائري، أول من شرح صحيح البخاري يجهل جزائري، أول من كتب في علم القراءات الهذلي البسكري جزائري. سيادكم علماءكم لما يقروهمش لولادكم، لما يعلموهمش باللي اللي شرح صحيح البخاري. أنا ما قريت في حتى كتاب، أنا عبر السبعينات إلى اليوم ما قريت باللي علماء الجزائر داروا كذا وكذا وكذا. نعرفوا نعم جمعية العلماء شبعونا بها والحمد لله، لكن ما نعرفوش تاريخنا، ما نعرفوش حتى باب حسن هذه على سموها باب حسن، على من سموها؟ شكون هذا باب حسن؟ نعم دائما دايات الجزائر لقانا بريطانيا درس لن تنساه في تاريخها، ولقنا فرنسا البغيضة درسا في الحروب البحرية لن تنساه أبدا. قروها لأولادنا، ما نقروش، قروا لأولادنا باللي الصحابة مدفونين في هذا البلاد، ما نقروش. عمرنا ما عرفنا، ما قريناش كتب التاريخ كامل، ماشي ذاكرين باللي الصحابة مدفونين في البلاد هذه؟ شكون كتبهم؟ شكون ألفهم؟ من الذي يعلمنا ويقول لنا بأنه في البلاد هذه كاين نبي مدفون؟ سيدي يوشع بن نون في الغزوات والقبر تاعو مازال موجود. قلب كتاب في تاريخنا إذا ذكروا هذا الموضوع، هذا الغلام اللي كان مع سيدنا موسى عليه السلام أصبح نبيا مدفون عندكم يا الجزائريين. على الآخرين يعطوا قيمة كبيرة لتاريخهم، تاريخهم عنده 5 قرون، تاريخ أمريكا، أمريكا 5 قرون ولا 6 قرون دايرين حاجة عظيمة، وانتم تاريخكم يرجع إلى سنة 96 هجرية في الإسلام. في الإسلام أول مسجد بني في الجزائر مسجد المهاجر أبي دينار في ميلا 96 هجرية، يعني 96 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي من وفاة رسول الله، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكون يقول لأولادنا ويعلمهم ويقريهم إذا ماشي كتب التاريخ التي ندرسها أبناءنا؟ لازم يقرأوا تاريخ الجزائر قبل دخول العثمانيين، ماشي العثمانيون هم الذين علمونا الإسلام، لا ماشي الأتراك علمونا الإسلام، الإسلام دخل إلى هذا البلد قبل ذلك بقرون.